ببصمة وفرحة نلتقي بمحبة وأمل في غد أفضل ومستقبل أجمل. أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج أهل المدينة، فأهلا ومرحبا بكم، تابعونا. تشاهدون في هذه الحلقة جرح الحرب بين الألم والإهمال وشوارع عدن، قصة مع المسميات. أهمية الخطاب الديني في تعزيز الوعي المجتمعي. مشاهدينا، كما عودناكم في أولى فقراتنا فعاليات وأحداث، نذهب إياكم إلى جولة إخبارية سريعة وفقرة أسبوع المدينة. زار وفد من منظمة الصحة العالمية المستشفيات الحكومية في العاصمة المؤقتة عدن، واطلع على الخدمات الصحية المقدمة فيها. الوفد ناقش مع مدير مكتب الصحة العامة في عدن ومدراء المستشفيات والمرافق الصحية سبل دعمها وتحسين أدائها وتوسيع نشاط المنظمة إلى محافظات أخرى مثل لحج وأبيان والضالع وحضرموت وتعز. كما ناقش أيضا تسليم حصة محافظة عدن والمحافظات المجاورة من الأدوية والمستلزمات الطبية والمساعدات عبر ميناء عدن. ناقش لقاء موسع في مدينة عدن آلية عمل لتنسيق الجهود المحلية والخليجية والأممية في مجال الإغاثة والأعمال الإنسانية. آلية العمل تتضمن إقامة شراكة ما بين اللجنة العليا للإغاثة ومركز الملك سلمان ومكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، وذلك حول مجمل أنشطة وأعمال الإغاثة ليس فقط في العاصمة المؤقتة عدن ولكن في بقية المحافظات. أكد وزير السياحة معمر الإرياني على أهمية استئناف النشاط السياحي في مدينة عدن وإعادة تأهيل المرافق السياحية المتضررة جراء حرب ميليشيا الإنقلابيين. وقال الوزير الإرياني خلال لقاء رمضاني بموظفي مكتب السياحة في عدن، قال إن قطاع السياحة لابد أن يكون له دور في إعادة الحياة من خلال إقامة البرامج والأنشطة السياحية التي تهدف إلى رسم البسمة في وجوه وقلوب أبناء هذه المحافظة وإيجاد الحلول والمعالجات التي من شأنها إعادة تشغيل الفنادق لاستقبال السياحة الخارجية والداخلية. الحرب هي أسوأ ما قد يصيب البشرية بسبب ما تخلفه وراءها من دمار وآلام لا تمحى على مر الزمن. قضية اليوم هي عن أولئك الذين نزفوا من أرواحهم ودمائهم لأجل هذا الوطن ولأجل عدن. ملامح مشوهة هي كل ما تبقى لهم في الحياة. هم جرح الحرب إذن. لم يتبقى لهم في الحياة إلا الألم الممتد إلى أعماق جراحهم التي طال بقاؤها ولن تندمل سريعاً على ما يبدو كما تحكي أعينهم بعد أن عجزت ألسنتهم عن الإفصاح. يقول الدكاترة رويتهم الكشافة عندي كسور، قال لي خلاص خذ لك حزام وامشي، ربط يدك الكسر هنا ولا ربط يدي، أنا مكسر كلي، قال خلاص اخطأ عود نفسك على المشي. ماشي الدكاترة يركزوا على مريض، لأن باكم تشوفوا المريض تشوف كيف حالته، وإحنا قبلنا في طرف صبعان رجيلة بس طرف اثنين صار الآن قسمه كامل. في مستشفى الجمهورية بمحافظة عدن يرقد عدد من جرحى حرب الميليشيا، تنوعت إصابتهم كما تنوعت مناطقهم التي طالتها الحرب على امتداد طول البلاد وعرضها. هم هنا يتألمون بعدد أنفاسهم المتقطعة يوما إثر آخر. فالإخوة لأن بعض اللي يعانوا من كسور والبعض الآخر كما شفتوا يعني من الحروق، فهناك إهمال يعني من قبل بعض الإخوة أو الأطباء الزملاء نحن برضو في الصحة. مضى وقت طويل والجرحى هنا يئنون على أسرتهم حيث وضعتهم الجهات المختصة، ولا جديد في الأمر يقدم لهم سوى النسيان وقلة الاهتمام، وبينهم من لا يقوى على الحركة والبعض الآخر بحاجة لعمليات جراحية معقدة يصعب إجراؤها داخل الوطن. في نواقص كثيرة من بعض الأدوية وبعض المحاليل وبعض علاقة كانت على نفقة
قاعدة الجبهة؟ والله علاقات في موجودة وفي علاقات مش موجودة، بس أغلبها موجودة يعني الحمد لله يمشي أمورهم، بس الحاجات اللي مش موجودة في بعض المرضى استطاعتهم ما يقدروش، ليش شفت الرواتب كيف تتأخر، الحاجة تتأخر، مساكن يعني ظروف الناس. يشكو الجرحى من انعدام الرعاية الصحية اللازمة وتحمل أعباء تكاليف جزء من العلاج، غير أن الإهمال هو الهم الأكبر بالنسبة لهم، وتسبب كثيراً باستياء حالاتهم الصحية بدلاً من تشافيها. ما فيش تحت ولا فيه، كل الخلف رقموا به هنا مع السلامة. هذا المغذية وهو الليبر، ضرب من هذا وخرج من هذا، الصدق. جبنا الصفايح دم ب70,000، وجبنا دم لهم جهزناه، والآن لهم 3 أيام دي 4 أيام وعدونا كذب في كذب، الآن رجل الليل تلفت وهن تفرق، نجي عند المدير يقول لك بيجي الدكتور. تواجد الجرحى بتلك الإصابات الخطيرة في مستشفى يفتقر هو الآخر للإمكانيات والمستلزمات الطبية قد يضاعف من معاناة مرتاديه الذين قصدوه يوما أملا في الشفاء. كان ضرب يعني بشكل فظيع، القناصة وغيره وغيره وغيره، يعني كان يعني بشكل فظيع. رجلي عملوا لها تصفية 3 مرات مكانها تؤلمنا للآن، يضرب دريبات مضاد حيويات فقط لا غير. معنا الفراش نرتاح فوقه خينا. هنا جريح يرقد على سرير هو أقصى ما توفر له من الاستطباب المنشود لتبقى حالته الصحية في جمود دائم، يقضي معها أيامه متحسرا على جسد محترق يتذكر برؤيته ويلات حرب وحده هو من دفع ثمنها باهظا. المستشفى طبعا أسهم أسوة بقية طبعا المؤسسات الصحية والكادر الصحي في محافظة عدن أثناء المحنة اللي تعرضت لها طبعا مدينتنا مدينة عدن، وبالتالي طبعا سواء كان أثناء فترة القتال اللي دار في المدينة، وقام المستشفى بواجب طبعا إسعاف الجرحى والإصابات الناتجة عن المواجهات اللي كانت حاصلة في شوارع المدينة، ونقل إلينا الكثير من طبعا الإصابات وكثير من الشهداء، وبالتالي تمت فعلا إجراء يعني اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمساعدتهم، وعملت وتم عمل عمليات جراحية يعني كثيرة جدا، يعني أنا أذكر أن الرقم يعني تجاوز 800 حالة يعني كان اللي مرت علينا أثناء المواجهات الموجودة. وأذكر يوم من الأيام أنه استقبل المستشفى 98 جريح نتيجة المواجهات بس اللي حصلت في منطقة السفارة الروسية وجوار منزل الرئيس عبد الرب منصور هادي، وبالتالي طبعا كان إسهام كبير جدا. بعد كذا بعد طبعا اجتياح المنطقة تم الانتقال وعملنا مركز جراحي في مركز المنصورة بالاشتراك مع الصليب الأحمر الدولي، وعملنا يعني عملنا المركز حولناه إلى مركز جراحي بإمكانيات يعني بسيطة، لكن أثبت أنه فعلا أنقذ الكثير من الحالات أثناء فترة المواجهات اللي يعني ظلت دائرة حول محيط محافظة عدن، وبالتالي يعني هناك تمت إجراء 600 عملية جراحية يعني كبرى، وحوالي 1200 من الجراحات الصغرى. بعد الحرب طبعا عدنا إلى المستشفى، وبعد يعني إجراء عمليات إعادة التأهيل اللي قامت به طبعا بتمويل من الهلال الأحمر الإماراتي، وتم إعادة فتح غرفة العمليات ومركز الطوارئ، واستقبلنا طبعا نستقبل ما زلنا العديد من الإصابات من مختلف الجبهات، من باب المندب ومن كرش ومن مختلف الجبهات إجمالا. والآن برضو بلغ عندنا يعني حالات العمليات اللي من الإصابات أو إجمالي عدد العمليات خليني أقول لك 1200 عملية تقريبا بالإضافة إلى العمليات البسيطة. المستشفى طبعا والكوادر يعني طبعا وبوفق الامكانيات الموجوده، واقول انها امكانيات ما زالت متواضعه، ما زلنا طبعا احنا نعاني الكثير طبعا من النواقص اللي فعلا تعيق عملنا وتؤثر برضو على العنايه مع المرضى وتعمل لنا الكثير من الصعوبات، لكن رغم هذا طبعا نحاول انه يعني والطاقم الطبي نبلي ما استطعنا من بلاء في سبيل مساعده طبعا الجرحى والمرضى بشكل عام. ما زلنا ننتظر طبعا بعض التجهيزات، وهي احنا موعودين بها ان شاء الله، نتمنى ان تصل طبعا يعني كل ما امكن بسرعه، لان مثل زي جهاز الاشعه المقطعيه ياثر فعلا على العنايه بالمرضى، لانه نضطر ننقل المريض الى القطاع الخاص، يعني نتصور المريض المصاب
إصابات أحيانا بالغة تكون يتم نقله يعني إلى القطاع الخاص عشان نعمل له هذا الجهاز. فنتمنى أنه يتوفر هذا الجهاز للتخفيف فعلا من معاناة المرضى. الجرحى أنا أتعامل مع 25,000 جريح في الحرب، وأرجو أن لا تقاس المسائل بشكلها الفردي، أن تقاس بحجمها الكامل. الجرحى يتلقون علاجهم في المستشفيات الحكومية وفي المستشفيات الخاصة في محافظة عدن على نفقة الدولة. هنالك أسباب لعدم نقلهم إلى الخارج، أولا لإغلاق مطار عدن، وأنت تعرف هذا الكلام، لا يوجد منفذ بر. نحن بدأنا بتأهيل المستشفيات الحكومية في عدن، وسنجلب كثير من البعثات الطبية للعمل هنا في عدن، سواء كان في مستشفى الجمهورية أو في مستشفى 22 مايو أو في الصداقة أو في المصافي أو في باصهيب أو مستشفى أطباء بلا حدود. والحالات الصعبة التي يقررها الإخصائيون في عدم القدرة على علاجها هنا بالإمكان تسفيرهم. غالباً ما يعيدنا الماضي إلى أنفسنا ويسكننا الحنين، لنكون تجسيداً لمقولة من ليس له ماض ليس له حاضر. أياً كان الزائر لها فالمشهد واحد، عريقة بعراقة تاريخها هي عدن بحسنها الموهوب. شوارع تقودك إلى عمق المدينة لتكتشف عبقرية المكان بتركيبته البسيطة. شوارع عدن من أقدم الشوارع العربية، وخصوصا مدينة كريتر هذه فيها من أقدم الشوارع، بدءا من شوارع القطيع وشوارع حافت الزعفران وحافت القاضي، وبشكل عام كريتر هي من أقدم الشوارع العربية. تغيرت أنظمة وجاءت حكومات وراحت أخرى، وبقيت أسماء شوارع وأحياء عدن محفورة في وجدان الأجيال، ذاكرة شعب يصعب محوها. من المعلى إلى التواهي وخور مكسر وأحياء الطويلة في كريتر، شوارع رحبة أخذت أسماء الحارات فيها اتجاهات وأنماط مختلفة، عديدة دينية وعقائدية، طائفية عرقية حرفية ومهنية، تاريخية وتجارية وغير ذلك من أنماط التسميات. قسمها الإنجليزي إلى مربعات، مثلا كان هناك مربع خاص باليهود، مربع خاص بالهنود، مربع خاص بالعرب، حتى ما تحصلش مشاكل وتداخلات فيما بينهم. ومن بعدها اتحولت الشوارع هذه الى ارقام، كان كل شارع له رقم خاص، يعني مثلا شارع رقم واحد يبدا من شارع السبلانيت اللي هو شارع المتنزه عند البريد، شارع رقم 2، شارع رقم 3، وشارع رقم 4، وهكذا. استمرت هذه الشوارع إلى فترة، إلى أقسام ومربعات وأرقام، كانت تسمى بأرقامها، قسم سي شارع رقم 1، قسم سي شارع رقم 2، قسم دي، هكذا. وإذا كانت أسماء الشوارع والحارات تسطر تاريخ المدن، فإن هذه التسميات تكتب تاريخ عدن كمدينة مفتوحة مسالمة حضارية، حاضنة للثقافات والأعراف والأديان والأجناس المختلفة. فكانت لها مسميات خاصة بالسكان، يعني السكان مثلا حفت الشريف، حفت الشريف هو معروفة بعائلة الشريف، هم عمارة خاصة لهم، فكانت تسمى هذا الشارع شارع الشريف. مثلا حفت القاضي، حفت القاضي نسبة إلى القاضي البطاح اللي أقام من الحديدة وكان قاضي عدن. مثلا شارع زكو نسبة إلى مقاهي زكو، شارع الخساف، وهكذا كانت مسميات من أهل الحواري نفسها. مثلا شارع حسين لدهل، حفت حسين اللي كان يسمى حفت حسين إلى اليوم، هذا سميت بنسبة إلى الشيخ حسين لدهل اللي هو إمام وخطيب المسجد حسين لدهل، وكان ولي من أولياها.
وهناك أيضا شوارع مثلا شارع العسقلاني نسبة إلى مسجد العسقلاني. اليهود كانت لهم شوارعهم 6 شوارع خاصة باليهود وسموها بأسماء خاصة بهم، مثلا شارع الخبز اللي هو شارع الشيخ عبد الله حاليا كان يسمى شارع الخبز لأنه فتيات اليهود كانوا يتمشوا بهذه الشوارع ويبيعوا الخبز نوع خاص يسمى الخفوش فسمي بشارع الخبز، مثلا شارع الملك سليمان نسبة إلى النبي سليمان. في أرجاء محافظة عدن تجد أسواقاً تضج بالحياة، في صفوف مرصوصة تصطف بسطات الباعة، الكل مشغول بباب رزقه والكل هنا يقضي مبتغاه، أسواق متكاملة تضم الأجنحة المختلفة ويكتظ فيها الناس من كل مكان لشراء حاجياتهم. الشارع يعتبر من أسوة بشوارع في وقتها، ما أتكلمش الآن، أنا كان بأسوة بشوارع أوكسفورد ستريت، شوارع الشانزليزيه في فرنسا، أوكسفورد ستريت في لندن، لأنه كان فيها من المحلات الراقية. يعني شارع المعلى الرئيسي لما كنت تشوفيه في ذيك الفترة، والمحلات الراقية اللي فيها حق الملابس الخاصة، و يعني بشكل عام كان شارع راقي جدا في وقته، وكان يضاهي شوارع أوروبا في وقتها. في أسواق عدن وشوارعها الضيقة توجد المنتجات الحرفية واليدوية العديدة المختلفة وما زالت حاضرة، وهناك أسواق السمك والخضرة وسوق الطعام وسوق الحراج وسوق الاتحاد وسوق البهرة وسوق عدن القديم. في هذه الشوارع يجد المرء سمات المدينة المتحضرة والتي ذابت بين أحضانها كل الثقافات ومختلف الجنسيات والديانات ورسمت ملامح النسيج الاجتماعي. الكثير منا له إنجازاته وإبداعاته، ونحن في فقرة وجه المدينة نسلط الضوء على شخصية كان لها الأثر الإيجابي على مدينة عدن وأهلها. مشاهدينا، معنا اليوم الشيخ معاذ غازي هائل، إمام وخطيب مسجد جوهر والناطق الإعلامي لرابطة علماء ودعاة عدن. مرحبا بك شيخنا الكريم. بداية، المساجد بشكل عام يعد لها دور سياسي وثقافي كذلك كبير، حدثنا عن هذا الدور اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلاه ثم أمره. بادئاً ببدء، أولاً رمضان كريم، كل عام وانتم بخير، ونتقدم بالشكر لقناة بلقيس السباقة خاصة في هذه الأيام بالاهتمام بالشأن الداخلي، وجزاكم الله خير وربنا يكتب لنا ولكم الأجر والثواب. المساجد يعني لها دور فاعل مؤثر ومؤثر في تاريخ الأمة الإسلامية منذ أن جاء هذا الإسلام، والله سبحانه وتعالى أناط بها هذه الرسالة العظيمة أن تكون مبصرة وأن تكون ميسرة وأن تكون مفهمة ومعلمة وأن تكون يعني رسالة اجتماعية وأن تكون رسالة اقتصادية وأن تكون قبل هذا وذاك رسالة توعوية ودوعية للناس في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن إقام الصلاة. هذه باختصار شديد رسالة المسجد التي ينبغي أن يكون عليها في الحياة وفي المجتمع، أن يجعل هذا الإسلام دين حي يلامس كل احتياجات الناس ويحل كل مشكلاتهم، لأن الله سبحانه وتعالى ما فرط في الكتاب من شيء. دوركم أنتم شيخ معاذ الآن كخطباء مساجد وكذلك أنت الناطق الإعلامي لرابطة علماء ودعاة عدن، كيف ترى يعني دور المساجد الآن؟ هل أصبح المسجد يلعب نفس الدور الذي المناط به أو المفترض أن يكون عليه؟ بالنسبة لرسالة المسجد، الركن الأساسي والمركز الذي يدور عليه وحوله دور المسجد هو الإمام الخطيب. متى ما هو استوعب الرسالة يستطيع أن يوظف المنبر، يستطيع أن يوظف المحراب باعتباره لسان الحق. أيوة، يعني يعطي الإسلام الصحيح، دين الوسطية، دين الاعتدال، الإسلام الشامل المتكامل، الإسلام الذي يدخل مع الناس في كل شؤون حياتهم وينظمها لهم
حتى لا يستشعر الناس أن هذه الإسلام مكانه في زاوية معينة من زوايا الحياة دون غيرها. فإذا وجدت هذه الصورة الكاملة الشاملة عند الإمام والخطيب هو باستطاعته أن يفعل دور المسجد وأن يقوم. لكن الآن شيخ معاذ أصبح تقام الصلاة ويسلم الإمام وبعد ذلك كل يذهب في حاله ويغلق المسجد ممكن إلى موعد الصلاة القادمة. ممكن يكون هذا الكلام موجود عند بعض المساجد، ولكن شخصيا أنا أعرف بعض المساجد لها دور ريادي غير عادي، يعني بالنسبة لجانب الوعظ والإرشاد والتدريس والتعليم منابر ما شاء الله شغالة، مواضيع الخطب مدروسة منهجية، الدروس لا تفتر من على المنابر، أيضا نشاط اجتماعي يضاهي في بعض الأحيان كثير من المؤسسات الخيرية والمنظمات الاجتماعية والإغاثية. هناك بعض المساجد كما قلت لك أختي الكريمة تعتمد على الإمام والخطيب، متى ما هو استوعب الرسالة يستطيع أن يفعل من هذا المسجد كل ما فيه من إمكانيات. في الحرب كيف يعني كيف تمت الخطب، كيف كان الوضع؟ طبعا بالنسبة لفترة الحرب أقول نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا جميعا وأن يجنبنا الفتن والحروب، وما رآه الشعب من ولاية هذه الحرب يعني شيء لا يوصف، وأنتم أقرب وأدرى باعتباركم في الميدان الإعلامي. لكن مدينة عدن مدينة مسالمة طيبة أهلها وبسطاء ومتعايشون منذ قديم الزمان، تجتمع فيها كل الديانات، تجتمع فيها كل المذاهب، وكلهم كحبات المسبحة يعني منتظمين ويقدمون صورة جميلة للناس. هذا ما أكسب عدن حبها لدى قلوب كثير من الناس، كل من سكنها وكل من دخلها وكل من مر عليها لا بد أن يحبها. أذكر أنا يعني ولو توطئ للموضوع السؤال أن أحدهم يحدثني عن أمه وهي نشأت في البادية أو في القرية وتحب الماء والتربة والخضرة، ولكن كان من المستحيل أن يخرجها من موطنها وقريتها. لما أدخلها عدن أحبت عدن كحب قريتها، وهي لم تخرج خارج قريتها أي منطقة أخرى. عموما ما تعرضت عليه عدن وإليه عدن شيء ما كنا نتصوره أبدا على الإطلاق. على العموم جاءت الحرب وتم الغصب حوث عفاشي وهجرت الناس لأول مرة، ترى هذا المشهد والناس تخرج من بيوتها وهي تدرف الدم من عيونها بالآلاف. يا الرجال النساء الشيوخ الكبار العجزة المسنين الأطفال حوامل، والبعض ترك أمواله داخل البيت، والبعض فر هاربا، بعض فر هاربا بملابس منزله وحذاء المنزل أيضا. نعم كل ما يمكن. فأقول يا أختي فروا بأموالهم أو فروا بأنفسهم أو فروا بأحوالهم من الواقع المرير التي كانت تعيش عدن. عندنا في المسجد كغيرنا من المساجد في كريتر نادت إلى المقاومة ونادت لدفع هذا الغزو ودفع هذا الظلم، وكثير من الشباب الذي كان بالأمس يحمل القرآن حمل السلاح، وكثير من الشباب الذي كان يعطي الكلمة اليوم بدأ يتعامل مع المسدس والرصاص، والبعض خرج بصدور عارية لقلة الإمكانيات لا توجد أسلحة. فكان عندي مجموعة من الشباب والطلاب الذين حملوا السلاح وخرجوا وجابوا هذا الغزو، ونحن أصبحنا ما عندنا سوى شحذ الهمم ورفع المعنويات والدعوة للتكافل والتبرعات ومواساة أسر الشهداء وإسعاف الجرحى. فلما دخلوا إلى عدن واستولوا عليها كان لابد كإجراء أمني واحتياطي أن يفر الشباب وهم المستهدفون، الشباب المقاومة، الشباب المقاومة لأنهم مستهدفون يعني خشية الوقيعة وخشية يعني أيوة. فكتب الله لي البقاء، وذلك لأسباب أنه المسجد عندنا واقع في حي شعبي وعنده بئر يغطي منطقة بكاملها اللي هي شعب العدروس جبل العدروس البوميس مناطق مرتفعة ليس فيها آبار. فلو خرجنا ومن بقي من الناس من حبسته الظروف والفاقة والحاجة وعدم القدرة والاستطاعة أن يغادر عدن فكان مصيرهم مجهول. فكان القرار اتخذنا أن نبقى ونتوكل على الله
هو خير حافظا وخير أملا. فالحمد لله بقينا وأدينا رسالتنا على قدر ما نستطيع. ماذا يعني في ظل وجود الحوثة؟ ما هي الرسالة التي كان يبثها يعني المساجد؟ نحن في وجودنا كان أمامنا مسارين، المسار الأول مسار الإغاثي المعيشي، كيف نؤمن الماء وبعض الغذاء وبعض الدواء لبعض المستوصفات التي يعني كانت مفتوحة وأنشئت ميدانيا للظرف وللحالة، وكان كل هذا الأمر يتم بسرية تامة واستعانة ببعض عوام الناس الشباب العاديين الذي قد لا يلفت الانتباه. والماء جهزنا فريق وعلى أساس أنه إحياء البئر ومد الناس بالماء. والمسار الثاني هو المسار التوعوي، وهذا كان الخطير، أن الحوثيون ظنوا أنهم عندما دخلوا عدن وهكذا عندما اعتقلوني قالوا لي هذا الكلام، جئنا لنحرركم وجئنا للقضاء على الدواعش، لماذا تستقبلون هذا الاستقبال السيء؟ وكأن عدن يعني بالفعل كانت مستعمرة، وكأنها كانت مليئة بالدواعش. أيوة، مليئة بالإرهابيين والدواعش. قلنا لهم لا، أهل عدن بسطاء وأهل عدن مسالمين لا يحبون العنف، لكن أنتم جئتم بالعنف. هل طلب منك عندما تم اعتقالك نشر أفكار معينة، خاصة أنه هناك يعني هناك فرق في الأيديولوجية الدينية بيننا وبينهم؟ مثلا على حد سمعت أنا من بعض الساكنين في بعض المناطق التي احتلها الحوثة بأنهم قد منعوا صلاة التراويح في رمضان الماضي. هو في كريتا في بادئ الأمر كان عندهم توجه إلى هذا الطريق، ولكن قوبل برفض وصد عنيف من الناس، وكان هم في تلك الفترة عندهم استراتيجية أنه يحافظوا قدر المستطاع على ما تبقى من الناس الساكنين في عدن، وهذا يعطيهم شيء من الشرعية أن الناس موجودة عندنا وأنه في هناك الأمن والاستقرار. وكان في توعية للناس، لأن بعض الناس حتى كانت أغلقت المساجد وعزمت على الرحيل، وذلك لأسباب إما لعدم توفر الماء أو إما لعدم توفر الكهرباء. وفرنا، وصلوا لدرجة أنهم أصبحوا يمنعون الناس على أن يخرجوا من عدن والتواهي وغيرها. وفرنا قطاع غيار للمولدات، وأصلحنا بعض المولدات، وفرنا الديزل للمولدات، عودوا أيها الناس وصلوا التراويح. وهذه رسالة تحدي، وهذا جزء ولون آخر من صور المقاومة، مدافعة هذا الفكر ومقاومته وعدم يعني الاستسلام له وترك المدينة ساحة خالية. دعوا إلى مسيرات 3 مرات وأفشلناها. كانت المسيرة الأولى بحجة الكهرباء، دعوا الناس للخروج وحاولوا يستغلوا ضعف الناس وحاجتهم، جابوا بعض المواد الغذائية قالوا سنوزعها لكم في ساحة البنوك، وبالفعل بجهود المخلصين الذين بقوا حاولنا نعمم الأمر للكثير أنه لابد من تحبيط الناس، اتقوا الله، يعني حتى لو كانت دجاجة ولا قطمة سكر ولا قطمة رز، هذه دين، هذه عقيدة، هذا وطن. والفعل استجاب كثير من الناس، وأفشلت المسيرة الأولى وأفشلت المسيرة الثانية وأفشلت المسيرة الثالثة، وما استطاعوا أبدا على الإطلاق أن يغروا الناس على بصر. يعني من المناظر التي أثرت فيها وأنا ما شفتها، لأن كنت أتوارى عن الأنظار قدر المستطاع من البيت للمسجد من المسجد للبيت، لكن حدثني من كان في السوق، كانت عندهم قاطرة فيها الدجاج المجمد فكانوا يرموها للناس بطريقة حتى مهينة، خذوا كلوا، كان بعض الناس يأخذ الدجاجة ويرميها ويقول لهم الله الغني عن طعامكم. أنا هذا الأسلوب، نعم هذا الحال. ولو في غنى يعني أنتم الآن تحاولوا أنكم تستغلون ضعفنا وحاجتنا، ولكن نحن هذه من الدروس التي نحن تربينا عليها وأخذناها من هذا الشعب البسيط التي ظللنا سنين وسنوات نحن نعظهم من فوق المنابر ونعظهم من فوق المحاريب ونعطيهم الدروس، الآن هم الذين يعلمونا. كيف تلقت منابر المساجد خبر خروج الحوثة وهذا يعني هذا العدوان على عدن؟ كان يوم، خاصة يعني أنها كانت ليلة عيد، يعني العيد عيدان كما قيل، كان أو قبل ليلة العيد بيومين تقريبا. نعم، يعني كان فرحة ما تتصور، يعني فرحة كبيرة جدا. يعني أنا أحدثك الآن هو الدمع على أبواب العين، يعني عندما أتذكر ذلك الموقف والناس يعني وهي تكبر بحماسة وتلتقي فصائل مقاومة من كل مداخل عدن، والأحباب يروحوا يزوروا الأحباب ويتفقدوا الناس، ودخل كثير من الناس يهنئونا وكأننا فاتحين معهم، أننا صمدنا
واننا صحيح. صبرنا واننا تحملنا واننا ما اعطيناهم مرادهم يعني ما اعطيناهم مرادهم ولا نولنا لهم مرادهم فكانت فرحه عامره عارمه وعامره ايضا في القلوب ما يعني فوق الوصف والخيال بامانه تحركت في كثير من المواقف الدموع اكثر ما تحركت الكلمات سبحان الله اليوم شيخنا وقد وضعت الحرب أوزارها كيف ترى الناس الآن يعني هناك خطاب العقل والخطاب الديني قد خف وعلى صوت الرصاص وصوت الفوضى والله يا أختي الكريمة نحن كنا نضرب المثل بشبابنا الذين قدموا أروع الدروس والصور في التضحية والفداء لهذا الوطن يعني الآن أصبحنا نقاتل عدو نحن لا نعرف من هو أيوة. ولكن يعني عندما نؤتى من قبل أنفسنا هذه مشكلة الذي خرج يحمل روحه بكفة وكفنه بكفة وربما في كثير من الأوقات خرج بدون سلاح لتصدي الدبابة والبي ام بي لا يعقل ولا يتصور أنه هو الذي يقتحم مرفق أو هو الذي يبتز أو هو الذي يسرق أو هو الذي يأخذه لا يتصور أبدا على الإطلاق كنت أعرف بعض الشباب في بعض الحارات يخرجوا 4-5 مسلحين و10 وراءهم غير مسلحين ويأتي يقول لك يا شيخ نحن بلا سلاح ادعموا نحن والله ينتظر أحد من إخواننا يجرح أو يستشهد وأخذ سلاحه وأحمل سلاحه هذه الإرادة القوية وهذه الروح العالية وهذه النفس يعني الأبية لا يتصور أبدا على الإطلاق أنها تبحث عن الفيد أو تبحث عن فأقول إنه اختلط الحابل بالنابل في كثير من الأوقات ويحتاج صحيح. من الشرفاء في المقاومة المناضلين الأوفياء أن يتبرؤوا من هذه التصرفات نعم وأن يعلن كل يعني كل موقفه منها لأنها تسيء إلى وجه عدن البطولة عدن التضحية عدن الفداء الذي كان الكل يتغنى بها في كل المنابر الإعلامية في كل القنوات الفضائية كنت أنا عندما يقال لي يعني من أين أنت أقول أنا من عدن وراسي مرفوع عندما يعني أسأل من أين لكم هذا الدعم نقول لهم دعم بسيط هؤلاء شباب الأركان والحارات الذي كنا ربما في كثير من المواعظ يعني ننتقدهم الآن هم الذين يقدموا لنا الدروس والعبادة يا أختي الكريمة نحن كنا نرى هذه المواقف عند أخوتنا في فلسطين صحيح عندما نسمع أم الشهيد تزغرد وعندما نسمع أخت الشهيد تزغرد وعندما نسمع أبو الشهيد يقول سأقدم يعني الأول والثاني والثالث من أبنائي أثناء القتال والحصار على عدن كان هناك تفاعل حقيقة من أبنائها من الداخل والخارج وجاءتنا من بعض الناس بعض المعونات والأموال للشهداء أنا بيدي ذهبت إلى أسر بعض الشهداء والله أقدم المال لأم الشهيد وأنا الذي أحتاج أن أعزها وليست هي يعني خرجت تتكلم بكل ثبات وإباء ما في أثر الجزع والحزن على عينيها أبدا حتى قطرة الدمع ما نزلت أنا أبكي ولا تبكي وتقول لي والله يا شيخ أنه جاء وقال لي لعلها آخر ليلة يا أمي أودعك قالت نلتقي في الجنة هذا الكلام لا إله إلا الله كنا نقرأ في السيارة كنا نقرأ في يعني في الأحاديث كنا نقرأ في تاريخ الصحابة وإذا بنا نعيشه على أرض الواقع في عدن الذي ربما كثير من الناس في أوقات من الأوقات كان يرموها بضعف التدين والتكاسل الانفلات في بعض الأمور الأخلاقية لا عدن عادت إلى أصلها عدن وإن ظهر عليها أثبتت أن كل ما يقال عنها ليس حقيقيا وتعود إلى أصلها وأيضا هذا الذي يحصل الآن هي سحابة عابرة بإذن الله وستعود إلى أصلها وسيظهر فيها الأبطال والأوفياء وستعود عدن الآن عدن تتحدى كل شيء يعني انظر الآن في ظل الأوضاع التي نعانيها والناس في الشوارع وفي الأسواق وفي الحارات والمنتديات والشباب على الرغم من عدم وجود أي خدمات لا كهرباء ولا ماء ولا بترول في ضعف في آثار وفي أصابع خفية تلعب وأيادي وسخة قدرة لكن إذا استطعت أن تغالب كأن الحرب بالسلاح انتهت ولكن الحرب النفسية لا تزال قائمة على شديدة وقوية وحرب حرب النفاق من خلف الكواليس ما تدري من الذي يحركها يعني لكن بإذن الله تعالى الله غالب على أمره
بإذن الله. والله سينتصر لهذا الشعب. نتمنى لعدن كل خير بإذن الله ولليمن ككل. الشيخ معاذ غازي هائل، إمام وخطيب مسجد جوهر والناطق الإعلامي لرابطة علماء ودعاة عدن، كنت معنا في هذا اللقاء، أشكرك جزيل الشكر. مشاهدينا، إذا لم تضف شيئا إلى الحياة ستكون عبئا عليها، وعلينا جميعا أن لا نرحل عن هذه الدنيا إلا ولنا بصمة لا تمحى. رمضان أقبل بالخيرات على المدينة ليمنح أهلها الطمأنينة والسكينة وينثر المحبة والسلام. وبروح المحبة والسلام أودعكم على أمل اللقاء بكم في الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.